ما أرى ربك إلا يسارع في هوات، لم تكن من أمنا عائشة سبب نزول الآية دي، إنما كانت سبب نزول آية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قال البخاري رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها. يبقى كده كان الكلام ده والآية نزلت أصلا، فما قالتش ما أرى ربك إلا يسارع في هواك بسبب آية أن تهب المرأة نفسها. قالت فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. مش على الأولانية، مش على آية ملك اليمين، إنما لما مش على آية آسف أن تهب المرأة نفسها، إنما آية أن تهب المرأة نفسها كانت نزلت خلاص، لكن السيدة عائشة غيران على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حقها أن تغار على زوجها، وكل امرأة تغار على زوجها مش بس عائشة، وتغار من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام طبيعي. وأقول أتهب المرأة نفسها، عائشة ترى إن يعني حياء المرأة يمنعها من هذا، هذا رأي عائشة رضي الله عنها، لكن نساء أخريات يرينا إن النبي عليه الصلاة والسلام يستاهل إن المرأة تهب لها نفسها، ليس على هذا حرج وليس على ذاك حرج، بل دعوني أقول لكم أن التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام كانت هي المصيبة، ولكن عائشة رضي الله عنها كانت تتحدث بعاطفة الزوجة التي تغار بعاطفة الزوجة التي تغار على زوجها، وهذا حقها رضي الله عنها. فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن الآية، قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هي عائشة رضي الله عنها قالت هذا تقصد به ماذا يا إخوة الله يبارك فيكم؟ ماذا تقصد عائشة بهذا؟ هل تقصد عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خطأ؟ الجواب لا، لأن عائشة ككل المسلمين تعتقد أن النبي معصوم. طب إن ربنا بيعمل غلط عشان النبي؟ طبعا الجواب لا بإجماع المسلمين. إما إيه المعنى القول؟ يقول الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح هذه الجزئية، يقول أي ما أرى الله إلا موجدا لما تريد بلا تأخير، منزلا لما تحب، منزلا لما تحب وتختار. يعني ربنا بيحبك قوي فبيكرمك قوي فيوجد لما تريد دون أن يؤخره وينزل ما تحب وتختار. عائشة رضي الله عنها تقول هذا لأنها تعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ليس كما فهمها النصارى.